السلام عليكم. اسمي سرحاني محمد، خريج المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان. تابعت دراستي بأوروبا وأعمل بها الآن. فيما يخص أعمالي فأنا بحثت عن تقنية خاصة بي، وهي تقنية الصباغة والبحث عن اللون والضوء في نفس الوقت في مكان تنعدم فيه الألوان، وهو فرنسا الآن. يعني اللون لا دومينونت سي لو غري، اي موا دون ما بانتور جو شيرش توجور دي كولور فيف، دي كولور شود كوم لو جون كوم لو رونجي كوم لو روج، بارسكو كو او فون دو موا je sens le manque. Wassalam alaykoum.